بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سنتمنى اللي تيشوف هذا الفيديو يكون بخير وعلى خير وبصحة جيدة. تنشكر الناس اللي تدعموا هذه القناة من بعيد ومن قريب، تنقول لهم شكرا جزيلا. إن شاء الله بحول الله وقوته اليوم غادي نحط واحد الوصفة خاصة بالرزق إن شاء الله بحول الله وقوته. الأرزاق بيد الله، الله سبحانه وتعالى هو الرزاق، هو اللي تيعطي الرزق، هو اللي تيقلعه. احنا تنديروا الأسباب والأسباب ديال الله سبحانه وتعالى، وكل شيء بالقرآن جيد. الحمد لله والشكر لله بالقرآن. مادام الله حط لنا القرآن حط فيه شفاء وفيه دواء وفيه فيه أرزاق وفيه قبول وفيه أي حاجة بغيتيها في القرآن. هو خلق لنا الله دستور عظيم عند الله سبحانه وتعالى، كلام الله خصنا ناخذ منه، ولكن ما فيه الشركيات وما فيه الشك. إذا بحول الله وقوته، الناس حطوا تعليقات بزاف اللي عندهم تعسير الحال. تعسير الحال تنحاولوا نديروا وصفات أو صيغات من القرآن باش نعاونوا الناس على حسب أنه يأخذ ورد ويستعمله في حياته، تيكون عنده أجر، وشحنا اللي تنوريه لي تيكون عندنا أجر. إذا الله سبحانه وتعالى عنده الأسباب في القرآن. إذا بحول الله وقوته اليوم غادي نحطو هذه الوصفة صالحة بإذن الله. الواحد القهار هي لجلب الرزق للناس اللي عندهم ديون والناس اللي عندهم مشاكل مالية، وبعد الخطرات بعد الأحيان تتكون تعسير الحال في ابتلاء الإنسان باش يذكر الله ويتوسل إلى الله ويتقرب إلى الله. إذن احنا خاصنا نتوسل الله سبحانه وتعالى، لأن الله هو الرزاق. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. الله هو الرزاق، الله هو اللي تيعطي، الله هو اللي الوهاب. إذن احنا السبب الله سبحانه وتعالى، مادام دقيتي على بابه غادي رزقك من حيث لا تحتسبين أو لا تحسسي. إذا احنا ناخذ واحد الورد، علاش ما تتحققش لنا الأمنية؟ حيت ما تتحققش لنا الأمنية حيت ما تناخذوش الأوراد في وقتها. خاصنا نداوموا على أوراد ورد يومي ناخذه في حياتي، ولو أنني نداوم على سورة الفاتحة، نحاول أنني نداوم عليها في الليل 29 مرة. هذاك ورد قرآني تناخدو إلى تبعتي الورد يوميا، أن تيبدأ يتحقق لك الأمنيات، أن الله سبحانه وتعالى تيبدأ يحقق لك الأمنيات. إذا ناخدو الأوراد، أي ورد بغيتي، ولو استغفار، ولو اسم من أسماء الله الحسنى، ولو آية القرآن، ولو أي حاجة. نحاول إن شاء الله بحول الله وقوته، نحاول أنني نتبع أي ورد بغيت، ولكن بخشوع، ولا إنسان في أي وقت سحر ولا مورا العشاء ناخد الورد ديالي. هي أنا المجربات اللي عندي في الرزق هي سورة القاف 3 مرات، الواقعة 3-4 مرات، عندك الداريات هي مزيان، ولكن حاولوا سورة البقرة هي تاهي تذهب نحوسات حتى الانسان ما قدرش يقراها يتلقى في الدار بزاف. وياسين، سورة ياسين هي من روائع جلب الرزق. علاش ما قريتيها؟ على اي غرض قريتي سورة ياسين؟ سبحان الله تجلب لك الحظ.
إذا بحول الله وقوته اليوم غنحط لكم واحد الصيغه من صيغات القرآن زوينه وغادي تعجبكم ان شاء الله بحول الله وقوته. والناس اللي عندهم ديون، الناس اللي عندهم، يحاولوا يتقربوا لله ويستغفروا ويصليوا على الرسول. صيغه من صلاه الرسول انك الا صليتي على الرسول بزاف انك سبحان الله تفتح لك بزاف الابواب. اذا ناخذوا اوراد ونصليو على الرسول بزاف ونستغفروا بزاف ونذكروا الله بزاف، لان من تتحس من انك تتقرب الى الله وتستغفر تتحس بواحد الراحه بدنيه، وما تغلبك حتى حد وما تقدر عليك حتى حد، لانك انت مسلح بالقران الكريم. اذا حنايا خاصنا الورد ديالنا هو التقرب الى الله سبحانه وتعالى، ونحيدوا بزاف الحوايج في حياتنا، النميمه، الحق، الحسد، الحقد. انسان يخلي كل واحد الله يخلصه، ونبدا نتسامح ونخلي الله كل واحد يخلصه الله. اذا على بركه الله نبداو هذه الوصفه. غادي ناخذ الملحه، ناخذ واحد الكميه، ثلاث باكيات ديال الملحه او ثلاثه القصاشيات ديال الملحه، ونخويهم في واحد، نخويهم في شي طبسيل بحال هذا، وغادي نقرا عليهم قراءه. ان الله هو الرزاق ذو القوه المتين. غنقراها 27 مره. ان الله هو الرزاق ذو القوه المتين. غنقراها ان الله هو الرزاق ذو القوه المتين. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. نقراها 27 مرة، ولكن الورد ديالها خاصك تبعيها 40 يوم وانت تقراها، تخرجها ورد، تخرجها 40 يوم انك تداوم عليها. الناس اللي عندهم ديون، اما الناس اللي بغاو البركة في الرزق وبغاو ان بيتهم يكون فيه رزق ومن عند الله يجيب الله واحد الرزق زوين، وغادي ما يخصكم حتى خير في المنزل، وما تعرفش الرزق من جابك من جاك، وان الله يكون لك واحد طاقة رحمانية في البيت. اذا على بركة الله نبداو. المهم ناخذ الملحة كثيرة، مهم الملحة بزاف. اللي غادي تخصني في صريرات بحال هادو اللي غنفرقهم على الزوايا المنزل، ولكن بعد ما قريت عليهم ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين نقراها 27 مرة، 27 مرة، وغادي نجمع ندير 27 صريرة، نقراها 27 مرة ونقراها ونحطها 27 صريرة، وغادي نحطهم في الزوايا المنزل. كل بيت نوضع فيه وحدة. مهم نبقى نداوم عليها بالتسبيح 27 مرة، نقراها مدة 40 مرة، 40 مرة، نقراها 27 مرة مدة 40 يوم باش يكثر عندك الرزق. اما هذه المكتوبة غنوضعها في الحقيبة ديالي، وغادي نوضعها في المحفظة لان باش جلب ليا الرزق. ونوضع قليل من الملح في البسطام ديالي، ونوضع قليل من الملح هنا غير نوضع سريرة صغيرة، نوضعها هنايا، هات نوضعها هنايا، ونوضع هاد إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، نوضعها هنايا على حسب أنني بغيت. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، بغيت الله يرزقني من حيث أحتسب ومن حيث لا أحتسب. إذا الله هو الرزاق، لا إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، غادي نحطها 27 صريرة، ونقرأ على 27 مرة، ونوضعها على ملح، ونفرق على الزوايا. هذه نحطها في المحفظة ديالي باش الله يكثر لي الرزق، ونحط واحد الصريرة من الصريرات اللي عندي في قريت عليهم هذيك القراءة، باش أن الله سبحانه وتعالى يرزقني من حيث أحتسب ومن حيث لا أحتسب.
عارفين الرزق بيد الله، وعارفين ان الله سبحانه وتعالى هو الرزاق ذو القوة المتين، ولكن احنا سنحطو اسباب. الله سبحانه وتعالى قال لك سبب عبدي، ما تبقاش جامد. لكن باش غادي نبقى جامد؟ انني نحاول انني نحط ورد يومي، نبقى نقرا، نستغفر، نذكر الله، ناخذ آية الكرسي يوميا، ناخذ سورة ياسين الواقعة، باش نبعد النحوسات ونجلب الرزق ونجلب اي حاجة فيها خير لبيتي ولاولادي. اذا ما بقى لي ما نقول لكم، لانني تنقلب لكم على وصفات. هذا اسبوع غادي نحط فيه بزاف على الملح، لان باش تعرفوا ان الملح فيها بزاف المنافع، وبزاف بزاف بزاف غادي تعطيكم بزاف المنافع. وحاولوا انتم الناس اللي ما عندهمش مكونات يحاولوا ياخذوا ملح ويديروا هذه الوصفات، لان حطيت لكم بزاف 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 على الملح. اذا باش تعرفوا بانني خدامه مع الناس اللي ما عندهمش وصفات. اذا بحول الله وقوته تنقول لكم دعموني وفعلوا الجرس وتابوناو وخليوا لي لايك وخليوا لي تعليق زوين. اذا ما بقى لي غير نقول لكم انتم في امان الله، وديروا هذه الوصفه على يقين، وحاولوا ان نحاولوا نطهروا نفوسنا باليقين وبالنيه الحسنه. اذا ما بقى لي غير نقول لكم مع السلامه، والى وصفه اخرى ان شاء الله.